سلام 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 يا قدر الله تعال تعال صح اللسان حقك يا دحام. اخبارك طيبون؟ صح بدنك يا حبيبي. صح بدنك الله يعافيك يا حبيبي. نفداك الله يعافيك. طال عمرك. اي ابو لبن تل باقي لك رد رد ترى انا شوف لاني انا بدات انا بديت عادي انا ما احب لو انك انت بديت مثلا انا لا ما راح انهيها لان انا صح تكون طيبه يعني احب انها تكون في التساوي حلوه يا ولد يا ابوي.
صيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتنا يقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. تريد ظلا ظليلا واسعا تصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للصدقة في جهاد في سبيل الله. جاء أعرابي لا يملك إلا ناقة، قال: يا رسول الله والله لا أملك من الدنيا إلا هذه الناقة. قال له صلى الله عليه وسلم بسرعة وببشرة وبفرح، قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة عند الله. الصدقة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن من أعظم ما يتصدق به على الفقراء والأيتام. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى جمعية عروة الخيرية في وقف الرحماء للإشراف على مشروع كفالة اليتيم وإعطاء الفقير. الله فتح الباب، بادر، ما تدري متى تنزع النفس، ما تدري متى تنتهي هذه الحياة. البدار السهم ب250 هذه كفيلة بأن يكفلك الله ويجعلك مع محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، الذي يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ويعطى الفقير أجرك على الله. تصدقوا قبل أن تنتهي هذه الروح وتنتهي هذه الحياة، وأبشروا بالخلف من الله، لأنكم تتعاملون مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الرسول قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشهر بالسبابة هو الوسطى. أنا أشوف أن ما في أفضل أنك تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بإذن الله. من فينا في الحياة هذه ما يبغى يخاوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أعظم استثمار في الدنيا أن أعمالك تكون خالصة لله عز وجل. جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء أتاحت لنا هذه الفرصة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. الصدقة استثمار مع الله سبحانه وتعالى. الصدقة كنز عظيم. إذا الصدقة الأموات يتمنون يرجعون للدنيا عشان يتصدقون، مو عشان يصلون أو يعملوا الطاعات، عشان يتصدقون. فالاستثمار مع الله سبحانه وتعالى، يعني من أراد أن يرى من أمر الله عجبا فليتصدق. هنالك فرصة عظيمة جدا ومجال كبير للموضوع هذا في جمعية عروة في وقف الرحماء. في يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، فرصة عظيمة لا تفوتكم. نسأل الله أن الله يستعملنا وياكم في طاعته. بدل ما تدفع لك فلوس على المطاعم أو على الكفيات، تصدق لنفسك وللآخرة. فأدعو للتبرع لهذه الجمعية، جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء، معتمدة وموثقة وموفرين كفالة اليتيم. أوصيكم بكفالة اليتيم لعل الله يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. كان أنت بتسأل، هذا كرسي بدي يتحرك. ناظر لك ولا ناظر هنا؟ أتوقع أن حرقني الليت في عيني ولا إيش؟جاهز إن شاء الله. لا والله سحبتوني وأنت منقلت جروحي، قلت أكيد جايبين لي في هدى، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله تشوفنا الحين في هدى وتكون طيبة وأهلي كلهم مرتاحين ومطمنين إن شاء الله. والله شعوري يوم سحبوا جوالي، طبعا أي شيء تتعود عليه صعب تفقده، فأصعب شيء أتوقع عندي بيكون فقد الجوال لأني متعود عليه. والله شعوري طول العمر شعور غريب أخي، شعور تجربة أني ودي أجربها كذا، تجربة من زمان ودي أنزل جوالي، بس ودي أجربها ما حد يجبرني فيها، هذه عادة جبرتونا فيها، لكن الله يكتب لي فيها خير. والله شعوري أول ما سحبوا جوالي والله شعوري أول ما سحب دقيقة والله شعوري أول ما انسحب جوالي أول ساعتين يعني فقدت الجوال، أمسك جيوبي أدور وين الجوال، لكن بعدين تأقلمت مع الوضع
وجدا متأقلم ومنسجم مع الوضع. إذا لو حصل لي أكلم فهد لأنه قطعة من روحي. والله بتصل على الوالد الله يطول بعمره من دون أي مثاليات، واسمع صوته الله يطول بعمره وابغاه تدعي واستغفر الله كاني بعقك يا الغالية يا دنيتي يا عيوني، حرام يا يمه مو في حقك لو أني أحجيجك فوق أمتولي. أبي مسكم وحسب بس حتى لو شعوري، أنا شعوري ما بالجوال ما بيسمع، أبيك الجوال ولي أنا. والله إذا أعطيتني الجوال أول واحد أتصل به يمكن أهلي أتصل بهم. برنامج زد رصيدك الموسم التاسع في القرية الرصيدية يجتمع متسابقين بدون جوالات بدون تواصل اجتماعي، مقطوعين تماما عن العالم الخارجي لمدة 3 أشهر، يوميا 16 ساعة بث مباشر، يجمعون من خلال الفقرات الأصدة سواء كان في المسابقات، في سوق الدكاكين من خلال البيع والشراء، سواء بالطبخ وغيرها من الفقرات. في نهاية الأسبوع نحدد منهم المتسابقين الأقل رصيد، واحد منهم بيودعنا كل أسبوع. بعد 3 شهور نتعرف حنا وياكم على أبطال هالنسخة. ليالي رصيدية جميلة موعودين فيها، نتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين. يا ابن الحلال قد قلت لك أكثر مرة متسابق لازم نتفاهم معه في الكونفش الروم، ما يصلح كذا بالحال كذا مرة قلت لكم 34 دقيقة نتفاهم معه. أنا قلت لك مليون مرة متسابق ما تقدر تنصحه، لابد تمسك في الكونفش الروم تخلقه. لا 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 إيش دعوة أنتم بعد دقيقة 34 فاول هو فيك الله يهداك، موضوع تأخذ عطاء بس الموضوع جدا. لا ما يصلح يا محمد، ما بياخذ عطاء ما بياخذ عطاء، إيش تري منه الحلال ما يصلح راسك كرسي. هذا اللي حاصل في كلام اليوم، اتفق النقاد على لا يتفقوا، انتظرونا في زد 9. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتنا يقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، تريد ظلا ظليلا واسعا تصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا للصدقة في جهاد في سبيل الله، جاء أعرابي لا يملك إلا ناقة، قال: يا رسول الله والله لا أملك من الدنيا إلا هذه الناقة. قال له صلى الله عليه وسلم بسرعة وببشرى وبفرح، قال: لك بها يوم القيامة 700 ناقة مخطومة عند الله. الصدقة 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. الآن من أعظم ما يتصدق به على الفقراء والأيتام، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى جمعية عروة الخيرية في وقف الرحماء للإشراف على مشروع كفالة اليتيم وإعطاء الفقير. الله فتح الباب، بادر، ما تدري متى تنزع النفس، ما تدري متى تنتهي هذه الحياة. البدار السهم ب250 هذه كفيلة بأن يكفلك الله ويجعلك مع محمد سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وإعطاء الفقير أجرك على الله. تصدقوا قبل أن تنتهي هذه الروح وتنتهي هذه الحياة، وأبشروا بالخلف من الله لأنكم تتعاملون مع أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. الرسول قال: أنا وكافي اليتيم كهاتين وأشر بالسبابة والوسطى. أنا أشوف أن ما فيه أفضل أنك تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم بإذن الله. من فينا في الحياة هذه ما يبغى يخوي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. أعظم استثمار في الدنيا أن أعمالك تكون خالصة لله عز وجل. جمعية عروة الخيرية وقف الرحماء أتاحت لنا هذه الفرصة. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الخير أقبل. الصدقة استثمار مع الله سبحانه وتعالى، الصدقة كنز عظيم. إذا الصدقة الأموات يتمنون يرجعون للدنيا عشان يتصدقون مو عشان يصلون يعملوا الطاعات، عشان يتصدقون. فالاستثمار مع الله سبحانه وتعالى يعني من أراد أن يرى من أمر الله عجبا فليتصدق، هنالك فرصة عظيمة جدا ومجال كبير للموضوع هذا في جمعية عروة في وقف الرحماء. في يا باغي الخير أقبل فرصة عظيمة لا تفوتكم، ونسأل الله أن الله يستعملنا وياكم في طاعته. بدال ما تدفع لك فلوس على المطاعم أو على الكفيات، تصدق نفسك للآخرة. فأدعو للتبرع لهذه الجمعية، جمعية عروة الخيرية،
وقف الرحماء معتمدة وموثقة وموفرين كفالة اليتيم. أوصيكم بكفالة اليتيم لعل الله يجمعنا بالرسول صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. برنامج رصيدك الموسم التاسع في القرية الرصيدية يجتمع متسابقين بدون جوالات بدون تواصل اجتماعي مقطوعين تماما عن العالم الخارجي لمدة 3 أشهر يوميا 16 ساعة بث مباشر يجمعون من خلال الفقرات الأصيدة سواء كان في المسابقات في سوق الدكاكين من خلال البيع والشراء سواء بالطبخ وغيرها من الفقرات. في نهاية الأسبوع نحدد منهم المتسابقين الأقل رصيد، واحد منهم بيودعنا كل أسبوع. بعد 3 شهور نتعرف حنا وياكم على أبطال هالنسخة. ليالي رصيدية جميلة موعودين فيها، نتمنى لهم التوفيق يا رب العالمين. عانت في عقلك؟ لا لا مو بالبيت، الرجل لا لا خلو علوم علوم البل زانت علومك علوم البل عطل علوم علومي انا واجد بس طلعت عطل علوم كده طولت العريض توم شالف النعناع شرق غرب ما تهمنا. اسلم يا زهراني. ايوه اسلم حلو قال جاكم يا ذلك تركي اسلم اسلم يا زهراني. لا والله مجار مجار اعطيكم السالفه اللي قبل شويه والله تبيني مزعج يا رجال امزح وخرات لا والله في النوع فنانه يا رجال ان شاء الله مشيع ناخذ البرنامج مزح معي تراني متقبل امزح بيدك ورجلك مره بس اهم شيء بس غيرها امد امد امزح صح صح امد اسلم انت الحين انك انت في سالفه قبل شيء قلتها وعيدها مره ثانيه لا قلتها من قبل خلاص عاد تعيدها انتم ما سمعتم عطى سلام اسمعنا 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 خلاص خلوا الواحد يتحدث انا بقولها دقيقه ولا قاطع واردك والله لا لا قاطع واردك لا تقطعوا لحيه والله قطع شرايين خلاص لازم في سالفه والله كان بيقولها ولا بيقاطع واردك والله اقولها اللي قبل شوي قلت ما عندي سالفه قلت خلاص اسلم يا زهراني اجل وهب النبي صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه اسلم بدكم اذكر الله لا اله الا الله اللهم صل بسم الله الرحمن الرحيم اسلم يا زهراني والولد الرجال بيقول سالفته خلنا سلم النبي عليه الصلاه والسلام عطنا انا يا طوال العمر قطعوا لحيك لا لا زين زين مع السلامه والله العظيم ما ذي والله خلاص لا لا كذا المهم المهم يا طوال العمر خلاص 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 ادري بس انا ما اسلم يا عيون يسلم انا اجعل لا في ذمتي لا لا هو يعني يقصد انها يعني انت اللي بجعل من اللطمه انت اللي جيتني انا فخذ درسي لا تكلم والله ادري ما انتبه اسلم يا عبد الله انا ادمي من يوم ان نحن ما خلقنا الا بين الحلال نرعى ونروح ونجي يا سلام والله شكل وجهك مو وجه حق حلال صراحه يعني هذا الصراحه يعني كنت بقول تو بس عاد والله انسى بس كمل شوف شوف بالصدق ها اني ما اكتشفت الشيء ذا الا لاجل حاجه واحده يوم اني مزحت معك ما شاء الله تبارك الله ويش بك عافيتي ما شفتها قل لا اله الا الله عليك ما شاء الله انت قول لا اله الا الله دلش ندلش الشيء ذا دل على ايش يعني شغلكم و يا الله سال عدو المهم عادي عادي ما عليك تقبلها المهم سلام بس تعال خلي كمل السالفه المهم وانا عايش انا ادمي كنت تنتزي اذا ابوي بغى يذبح ولا واحد جانا بغى يشتري ولا اي شيء في الحلال من مين له عبد الله والله العظيم وبعدين هم يشجعوني شوي انت في راسي بيني المهم والله العظيم كذا ارمي نفسي عليه يعني تجي اصابات منه ومنه فصرت انا هنا اي تيس يبغى يمسكونه اي شيء انا قدامه امسكه هل عندكم انا اسمع اي باقي معنا وهذاك اليوم جدي هب شحمه ماني مال عينك ماني مال عينك انا صدق لا والله لا والله كم يا عبد الله عشان مره بغيته ما عاد يسولف ولا عاد يقول ولا الرجال اسلم
والله ما عاد اقولها. لا والله والله انت قولها والله العظيم اني ما تبقى قايلها ما تبقى قايلها ما تبقى قايلها والله تقول الا بقولها 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 والله اقولها خل المهم اسمع عطى شاله الحوار ان هي نفسها المهم ويجي جدي قال كان عندها باللي باعها قال نادوا عبد الله خلوه يجي يحمل معهم يساعدنا طرح الحشوان ايوه صح يعني وروح عندي طويل العمر انت ناويها لا لا والله رجع يطرح انت في وجهه طشيت القهوه طشوا دم رجع سولف رجع سولف رجع سولف رجع سولف والله بيجيني عيال خلاص يجي يا رجال اسمع المهم انا رجع سالفه الحشوه ويجيني ورحت على اساس اني بساعدهم انا انت خلاص انا جدي قال لي جيبوه ولا ما قالها انا يوم قال زي كذا هلا انا قوي يعني الحين والله عندي من طول العمر ونحمل نحمل 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 باقي بكره مريوحه والله العظيم انها اخذت واحده بقيت اخر شيء ليش قول ليش قول ليش وش 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 مريوحه مريوحه ايوه بكره مريوحه اصل نقول مالحه انا سبيتك ولا سبيتك داري ما عندي اصلا انت اسمع ترى الاول انا البكره ما هي مريوحه هي هذه مريوحه انا منك تعرفين انها حيوان مش عاد تكون مريوحه مريوحه الشيطان ايوه نعم اسلم اسلم عادي في من بعض الانسان خلاص اسلم اسلم المهم يوم بقينا اخر شيء مستعدة والله ما عددها لا لا كنا مستنقصينها يوم جينا نبغى نجي عندنا نمسكها اقسم بالله وتشتل معها زوجتي في ظهرها وامسك وتروح واطرد وراها واطرد واطرد انا والله العظيم مشيت يمكن 4 كيلو من كثر ما عبوا راسي قالوا يعني انا بمسكها الحين الين طحت على وجهي والله ان ابوي جاء هو جدي جاء بالسياره من جنبي كيف راح من جنبي إن ما عبروني وأنا أمشي وراهم مشيت 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 لين طحت أول ما طحت طالعوا فيني شافوني بدل ما يجيبوا الناقة جو عندي أنا خذوني حطوني في الحوض أقسم بالله العظيم إن المرجعون الناقة راح هم درون البكرة تعود هم معود أيوة حطوني في الحوض والله والله إن نمشي أقسم بالله كل ما خذنا حجر دف 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 أنا مرضت مرضين من الحوض من التعب يوم وصلنا البيت نزلني ابوي رداني عند امي خذي ولدك معك شوفي له جلست يمكن حدود ساعه والله العظيم امي حراره ما اقدر اتنفس مسوي زي كذا تدري اني حتى ما اقدر اجلس منسدح ما اقدر اتنفس اليوم الثاني الفجر يدق علينا العامل قال ترونها جت رجعت المروحه هذه لا انت قامك بكره مروحه ما تبغي يا ولد ما تبغي حقا والله مالكم هي غير ما عندكم الا هي حظها ردي اقول لك هي بقيت اخر واحده قبلكم مشي قبلكم مشي ها قبلكم مشي ما خدت معك خدت مع جدي ما ادري عنها مجهيه من اللون حمر ما شاء الله والله ما بحضيضه والله ما بحضيضه والله ما بحضيضه والله بالعكس ها في يعني هذا تشي بدري قبلكم كم قبلكم كم قبلكم كم كان عندي حوالي 11 مع جدي ما شاء الله ايه مع جدي ربما عاد عندك باحت راحت نوابرك الشعر حسين عطى سالفه يا حسين انقطعت ولا بعتوا انتم حسين لا بعناها اسمع سالفه الرجال الرجال هو عند البيت عندكم بقر ايش فيها البقر البقر رجال يا استاذ ما في شيء ما في شيء يا اخوي ابغانا احنا عندنا بقر ابغانا ثمير انا ابغى شخصنا مع هو شخصنا معي ابغى شخصنا معي بلا سطر اي معنى 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 اي معنى معنى عن جدتي والله العظيم ان شاء الله يسمعونا ها دقيقه هب شحمه لا ما لا لا هب شحمه هلا شحم كويس لا لا صدق والله اني معنى ان استمن ذا كله من عند جدتي من بقرها اي من ما جبت شيء ها ما جبت شيء ايوه بس انت تقول عندنا بقر عندنا بقر والله نبي العسل اصلي عندكم عسل اي في ذمتي العسل شيء بفل بقر خلنا حل العسل والله نبغى عسل العسل ولد عندك معلومه جديده ذي وش وش عنده ملبر انا قال لك عندك بقر قلت قال نبي عسل وش دخل البقر في العسل طيب كل شيء موجود طيب خليها تجرب لا لا ما قال بقر قال عندكم عسل اي ما عسل عسل والله معنا عسل بالله تكفى لا عاد تشتري البقر لا عاد تشتري مره لا انت زود لا عاد تشتري تعال والله اسمع له حيوانات يعني ما فقط ما فقط والله اسمع له حيوانات حسين حسين خربها خل 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 يقول يقول يا حسين ان عندنا الناقه مين حيوان لا خلي يقول حيوان حيوان غالي تنعدي تكفى خله يقول الناقه حيوان الناقه حيوان اسمع طيب اسمع اسمع ها
صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. قولوا لا اله الا الله. والله الدنيا تبي ولا خلف ابي اجمع. والنقح حيوان. وش اللي طيب؟ انا قاعد اقول سلام اسلم يا حسين. تقول طيب اسلم يا حسين. اللهم صل وسلم. عطنا اللي عندك يا جماعه في سالفه تنصرف علي. اسلم. هذا طال عمركم هاك الوقت. ايوه. وانا رايحين لغزالي عرب. اسلم يا حسين. علومك. الله يا يا جماعه سمعني والله يا جماعه واعوذ بالله استغفر الله والله انا مسالفه والله طلع يا ابو والله ابو استاشيو والله يلبس والله والله انا احب الصدق والله حتى يقول لي غازي يقول لي غازي عندي الصدق يعني انت الجاسر مسمينه صلوا على محمد الله لا 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 ما نبي مقاطعه ايش العيون ايش العيون كيف كيف جلسه الصدق الله والله يا رجال ما عندي الا كلام طيب اسلم انا هيك جاي كذا من هنا ما تغير نهي زمان و... اسمع اسمع اعطيك مثال اعطيك مثال اصبر اصبر انا بغيت اجيب مثال والله ما عندي سوالف زين لكن اصبر شوي حسين حسين عطنا من ما عندك يا ابو عطنا 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 عندك يا ابو ايش تبون؟ نبغى سوالفك اي فلبل ولا لا ما نبي منك شيء نبي الله يحسن خله يسولف يا ولد هذا من وده احنا اربطه ولا اربطه وده فهد معي خير اربطه يا ولد هذا يجيب لي جاي والله طيب لا لا صل على لا والله صادق يا جماعه عندك ولا قاطع وارد كسلم والله لبس سوال الجرم لا غير البل عطى شيء ثاني ما عندك شيء يعني طلع طلع بعلمكم يا جماعه والله طلع ما انا غاش واقف يا حبيبي ما نبي مقاطعه يا عيال ما نبي مقاطعه تكفى يا يجي دقيق ولا اله الله الله يخليكم لي يحفظكم يا رب الله يخليكم لي قول وامي الله يحفظكم ان شاء الله اللهم حفظ الله وكلام الطيب نبي سالفه عند الرجال ده انا ما ادري لكن انا بعلمك الوادي جيت الوادي ايه جيت مره وانا مره ودي جيت ما جيت عبور والله ما جيت سوق البل لا والله ما جيت مايك مايك طافي مايك مايك والله مايك مره خلني تلمح ايوه هي هابلك طيب اسلم ايش اللي هابلك شحن هذا يا رجال اسمع يا رجال اسمع السالفه هذا رجال انت وهو متزوج ايوه وراح بشهر عسل مسافر زين هو رايح تخبرون رجال انتم متزوجين قاعد يفرد قم قم بعد انت الو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسعد الله مساكم بكل حبه ثانيه اذا عنده لا الحمد لله الامور زينه ايوه ولد بطاريه اولا انا مغيرها غيرها زي ما قلت نوقف يلا جلدي جلدي سرعة 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 هذه تجريب طبعا لا 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 ان شاء الله ايه حبيبي ودها الزاوية ايه اتحذف كلها الزاوية هذا حكم يلا يلا روح يلا يلا الحمد لله ها حرك بيدك والله ما لي لبدن 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 حظك ها شوف 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 ياوك ما لبس جمع القولين يلا لا بلا بنتك ماشي لا دقيقه خلينا خلينا هو يحكم على الجدال قال جايك 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 عليه تعال الحكم الاول بسرعه 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 هذه ذي القرون وش حكم الاول لا لا خلاص ها خل مشوني مشوني بسرعه بسرعه ما معنا وقت الحكم الاول لا ما هو على كيف ما لعب قدامي يلا العب يلا العب قدام لا ما في مصداقيه انا معك انت عليك ما تروح انت وياه
مالي دخل. خله خله خله. هذه احكامك. مالي دخل، مالي دخل. يا ولد اول مرة فوز. يا ولد اول مرة. يلا يا رب. ترى من بداية اللعب ما فزت. لا ما فزت. لا انا بخليه شوي اذا فزت عليه به يجمع. ايه. خلنا نمسك على قولي. يلا. يلا. ان شاء الله الله تنحف اليوم. يا رب. واضح ان ما نغبون. ها خذها ولا نبغى عليك. ها. يا رب احكم على ثلاثة اقدر ترى لا لا واحد الحمد لله كم رح بغت يلا 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 الوقت الوقت ايوه ها الله حاتم جمع لي قول هذه حطينا وش حق الثاني ها حق الثاني بسميته تل مصعب تسحب لين يقول حق الثالث لا جمع فيها لا 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 بس نفسي جبتها الله عليك يا ماجد تعال 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 يا حبيبي تعال لا لا عد عد من جديد والله في شهود اثنين لا لا ما دخل قدامي 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 هاجي سجسي اي عود ورا روح يا عيال اعطونا غير هذه ما طولت انا اي انا يلا 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 يا ولد اصبر ويل حوك هذه مليانة ايه خذ هذه لا لا باكلها بلية بس مرة ما لا 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 بس بس ووو كادت يا ابو نادر ولا يفوز فيصل هورس هاقوم هاقوم قدامي روح القوارير اللي هاقوم قدامي خذ القوارير هذه وجمعها كلها فوق كلها فوق كلها فوق ما في ورا كلها فوق ابشر احنا شرطنا اليوم قوارير بس يلا عيال ترى في ثلاث احكام عطني حكم يا رجال عطني حكم لا 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 يمكن طيب يلا الحكم الثاني ها جمع الحمر ذلي اوكي وين هنا تعال العب يلا عجل ما سهل منك يا حكم اوه ويلي ولا يفوز ابن هدراء فوزته وانا اخذ قسطا منه اول تقول لي ليه اول انت ليش تقول لي روح عد فوق انا بدنا نطيق انا جيت بندر انت اللي حكمت ثلاث مرات انا ما حكمت انا قفزت الرجال انت اللي حطيت فيها تحزبات قفزت يا بن نادر قلقم اي قلقم اسمع طال عمرك بالله لا اله الا الله قم 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 مسوي نفسك راقد قم خلاص حكم لي شوف شوف اشوى القوارير ذي كل بوها تجيبها هنا وتاخذ واحده منها وتحطها فوق راس عندك انت وتحطها فوق راس وتحطها فوق راس بندر حلو انطاح تحفظ حكم ثاني تم احطه فوق راسي انا اي شو يقول يجيب القوارير ينزلها وياخذ واحد يحطه فوق راسه اذا طاح انطاح قبل احد يفوز ينفذ الحكم ثاني تك يا بندر انطرحت يا بندر دقيقه ايش دخلني انا احكم انت تقول حطها راسي هنا اي تثبت انطرحت يا بندر ينفذ حكم غيره احكم عليها حكم يا انت كم عد الجسد انا العب بعدك إيه؟ إيه؟ متى ينتهي الحكم متى اذا واحد فاز يلا 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 زي قبل شوي يوز نزل احكم وسخ طيب الحكم الاول خلنا حلبنا الماء يلا يا من اختر واحد اول يا فيصل والله مش شخصنا
خذ المراكي ابشر شفت وجمع فض بعض بس طيب اعطيكم حكم بسرعه 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 تكفى عشان الوقت خلنا المراكي خلنا المراكي اي خلنا من الحكم واحد بس حطهم فوق بعض ول لا حطني هنا برض 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 ايوه ها هسه يلا هلا خلصتوا الله قوم يا فيصل افتح الباب وافتح الديشه وروح خمس مرات روح خمس مرات كيف يعني افتح الباب بعدين افتح الديشه اطمر بعدين اطمر على الباب خمس مرات اكس على الحكم قلنا داخل الغرفه صح انت اللي بس قلتها انت كنت داخل الغرفه يا فيصل اي بس هذه الاحكام الاولى الحين عادي يغير كل شوي يغير عادي عادي الحكم برا عادي اعطيتك عادي يعتبر المجلس لا اعطيتك حكم برا قلت ما انا يلا اعطي حكم هنا داخل الغرفه يا اخوي احنا حلبنا الغرفه ما يلا مراك اللي يجي اللي يجي اعطي حكم اللي يدخل اللي يدخل ايش تقول الله يعافيك طيب الحمد لله والدك والدك كل مسلم انت رجال النشمي الله ينشمك ولو في منك اثنين صاروا ثلاث الله يرفع قدرك الحمد لله يا نواف ذوي قدريك ذويك شريها من وين من وين بالسوق بشتريها مصنعي مصنعي يمكن تاخذها مصنعي هذا اذا ما اخذها من درج اخوه لا لا هذه حلال زلا والله حلال زلا انت تسرق اخوانك الملابس انا واخوهم الكبير هم اللي يسرقوني للاسف والله لا يعني اخوك انا اسرق اخوي اللي صار من عمر انت تسرق اخوك صغير اي والله انا والله تعرف ليه يطقم تقوم فنان انا علي تقوم هي اللي عليك هذه انزل ايوه يطقم يا رجال والله تزرف منه اخوك ذوقه خايس وانت خايس انا اعلمكم بالصار اسلم 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 اي والله هي اسمع مره رحت للبر مدحت تراني مدحتك ترى ايوه رحت للبر مره اي والله وكشته خفيفه بس كذا حقت براد شاهي ودله الساعه 2:30 الليل كنت بس براد شاهي ودله وعدها والله ما انت بعيد عن الرجال واحد شاهي طيب كلمونا كذا لا بس ان في فيه والله سبعيننا والله الله سبعيننا اسلم يا ابو المهم احنا نطلع بنيه هنا عليك سعود احنا نطلع للبر ما معنا جرك المويه ب 4 ريال تعرفون ومعنا بريال مويه والتمر في العزبه وقهوتنا الرضا كلها في العزبه ننزل يوم عاد بعدنا على الخط يمكن حوالي 15 كيلو حولها فارقين بعيد احنا ننزل عزبتنا ونضبط الدله نضبط البراد اثرنا وش ناسين لمبه الموتر اللي جوا والعه وانت في نص البر احنا في البر ونسينا لمة الموتر والعه وطفينا الموتر ونزلنا اه البطاريه فضل ما في شيء هربت البطاريه ذحين ولا نقطه يعني نقفل خلاص تنسحب البطاريه وحنا ننزل ما درينا وقهوه وشاي وضحك وسوالف وكل شيء يوم غلقنا ونظفنا اغراضنا وعزبتنا وكل شيء تبي الجرك الماء وقف الا شويه جرك الماء تبي لا لا يا رجال يلا مشينا احذف الجركل حكبت المايو ايه احذف الجركل خلاص مشينا يوم ركبنا الموتر والله ما في امل والله ما في امل والله ما في امل ينفس وحنا بتسمع ما لنا حل الحين الا ندور ناس حولنا عادي ولا اوتوماتيك عادي طيب بنتعو ما ينفش وسط شعيب كيف تنفش بر يلا وسط شعيب انت لو انك على خط صح تبي تدف ولا في حزم تبي تدف قدام ورا لين يطلع انت امنت في وسط مسيله والله لو تنتع من هنا لبكره المهم احنا وحنا بغير اثنين يعني واحد بيدف واحد بينتع كيف ما يقدر لو عددهم كبير يدفون عملات قدام ايه وحنا نطلع قلت اسمع انا بتجه هنا وانت اتجه عكسي وانا بندور ناس حولنا وانا اسمع صوت مطور حق عزبه وحنا في وسط طلعان كذا شعيب قلت واسمع صدى بروح ل صوت المطور هذا ولقى احد فيها اكيد وانت راح تتجه هناك قال يلا هو عاكسني ورحت انا هناك ما وقف للحين خويه مشيت 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 يود اندبلت سبدي والمطور وينه اندبلت سبدي ما لقيت لا عزبه ولا مطور ولا وانا اعود قلت شو اسمه قلت اسمع دايم يقولون في البر اذا تعطلت لا تبعد عن سيارتك اذا ما في شبكه ولا شيء
خلك حسيرك عشان لا قدر الله احد يمر احد شيء يشوفك. وانا ارجع للسياره، قلت برجع للسياره، قطعت مسافه بعيد. ايه ومرني راعي سياره وقوم الشله في شماغي اي وقف ما يدري انا انسوا والله ادمي ماني بادمي. تعدى يمكن حوالي اقل من 10 دقائق، تعال خلينا نعيد الكسافه الاولى. اقل من 10 دقائق ايوه الاخوي قدامه يشير بعد، قال هذا هذولا فيهم جنان اولا هناك يشير، والحين فجاه صار هنا يشير ويتعدى يخليه مطب بسريها. وليل يا ولد. ايه ذل هو ذل، خليه مطب بسريها ياخذ 40 دقيقه 45 دقيقه ويرجع على موتره، لان انا واخوي رجعنا للسياره وكلنا الاثنين في الصندوق ونشر هو تعدينا من قدامنا احنا نشر له شمغتنا. قال هذولا مستحيل انهم انس، اولا كل واحد الحال والحين فجاه تجمعوا عند سياره، هذولا مستحيل انهم اوادم. ادعس للموتر يسريها. قال مستحيل اني اوقف عند هذولا لو ما ادري وش. روح انا اخوي خلاص فقدنا الامل، هذا مرنا ثلاث مرات ما وقفنا ما في امل، ما عاد في الا الطواري. ما في شبكه. طيب الطواري يدق الا يدق يشبك متاكد؟ إيه إيه. اذا ضغطت الطواري في جوالك مكتوب مع جنب الطواري إيه؟ لو انك ما ادري وش السوس إيه يجيبك على طول. حندق عليهم ونبلغهم قالوا ابشروا، بس اقرب نقطه لكم 160 كيلو اقرب ناس لكم. يعني يبي لهم هم بالبر داخله ساعتين ثلاث ساعات، وهذول اشخاص متعاونين معنا بعد، يعني يمكن الحين راقدين يمكن الحين لين متى ما يصحون لين متى. المهم قالوا بنسنعكم ازهلوا الامر. وصفنا لهم المكان، علمناهم بالاحداثيه كل شيء بالمكان اللي احنا فيه بالضبط، قالوا انتهى عرفنا على السلامه. قفلوا وانا قاعد خلاص استسلم للامر الواقع، الحين قاعدين جالسه في الصندوق ما معنا ولا شيء. ما رديت ارفع اليوم يا ابو المويه قبل امشي، قالت تبغى المويه كبينه قبل لا نمشي. ايوه المويه الجركه كبينه قبل لا نمشي. حنا نطلع الحظ الحظ يوم قام نقعد في الصندوق كذا، فجاه طلعت نجمه الصبح الفجر قد اذن ننزل نصلي. يوم صلينا وغلقنا وشرقت الشمس بان الضوء، ما شرقت الشمس بس بان الضوء بان النور. اثرها اللي اول مرنا راعي عزبه جنب اللي عندهم المطور، قال خلني برجع للمكان اللي السياره فيه، اذا هم انس بلقاهم موجودين للحين، اما اذا هم ما هم انس ما وش يعني ما اذا ما هو بانس يعني ما عندهم شفت صباحي هم بعد؟ لا لا صباح ما عندهم، ما عندهم ليلي على نايت هم كلهم نايت نايت ان ذا نايت. المهم رجع، يوم رجع لقانا جانا على طول بدون ما نشر بدون ما نسوي اي شيء، كذا فجاه وقف عندنا. هم فقدوا امل صدق. ايش عندكم؟ والله متعطلين بطاريه يا اخي. ايش وضعك؟ قلت والله يا اخي احنا انت من اليوم تمرنا ولا وقفت عندنا؟ قال انا ما ادري عنكم، انتم انس انتم بنس. المهم قلنا يلا ساعدنا بس الله لا يهينك. قال انا مو معي اشتراك. معكم اشتراك؟ قلنا مو معنا اشتراك. السلام عليكم. السلام. قلنا مو معنا اشتراك. اجلس بس مو مكان. ما في احد. مكانك هذا لك صح؟ قلنا مو معنا اشتراك. قال طيب شو السوى؟ قلنا نبي ندور مفاتيح نفك البطاريه نقلبها على اختها تشرك. قال تم. معاكم مفاتيح؟ قلنا لا. جينا البر ليش؟ فعلا كنا معنا دله وبرا تبي حياك الله. دم مويه يعزمون بعد. دم مويه بعد يعزمون بعد. قال دقيقه يدور دور معه ما كبل مو ولا كبل قهوه مفاتيح ولقى كل شيء. يجي مفاتيح فك البطاريه نشرك نطلع. اوه اخوي يلا اطلع الحين نبي نمشي خلاص الحين. شوف قد خمت خلاص مره كل واحد ضايقه معه واصله مع حده. مشينا ما مشينا 5 كيلو 6 كيلو انا نطيح في مسيله ثانيه. قالت لها هيلكس هذا مكاني. لا لا ماني متحركه. قضيت المويه مره ايش خبطت؟ ما اخذنا ما معه مويه. من وين المويه هو؟ وش عايش على مويه في عزبته هو جاب ساعدنا شاركنا وقال يلا عزمنا وقلنا بيض الله وجهك. والله احنا ضامنين انه بنطلع. ترى انا بنغرز. هو بيمشي. غرزوا. خلاص طلع قدام. ايه. نغرز. اخوي يعطي الموتر.
رايح جاي، رايح جاي، ما يبي طفت سيارة، ما يبي يطفي، لأنه لو طفى ما عاد اشتغل، موتر طفى ما عاد بمشتغل، يعطي رايح جاي رايح جاي نط. والله يا رجال ما أخذنا 5 كيلو ثانية إلا إحنا طايحين في مسيرة ثانية وقاعدين. لا لا وموترنا طافي. بتنفرج. والله إن موترنا طافي. يعني انفرجت يا رجال تنفرج. ما انفرجت ما معنا. توقع من جانا. توقع من جانا. فريق الأنقاذ اللي إحنا مكلمينهم جونا. الساعة يمكن 7:30 مدري 8 الصبح، إحنا مكلمينهم الساعة 3:30 الفجر وارب. بعد 4 ساعات ونص جو. مش عندكم ما دروا ان احنا اللي داقين عليهم، لان قطعنا مسافه راجعين للخط، قطعنا مسافه واجد. مش عندكم ما عندكم؟ قلنا كذا كذا، قالوا يلا يلا عشان عندنا ناس متصلين علينا من اليوم بنروح لهم. قلنا احنا بس وصلت انتم متى دقيتوا؟ قلنا دقينا الوقت الفلاني وقلنا كذا كذا. قال بس انتم. قلنا يلا انقذنا الحين. اي والله والله الانقاذ اللي بيجي له طعم. وشو معاهم كل كل الاحتياطات معاه، العدة كاملة معه، كل شيء معاه، طاق، بطارية، شحن فل، عشي، امشي. عزي جلست اتحاور انا وياه في الخط، بس والله للاسف يعني محاور انا مضيعها. اه ولا ودي اني حافظها ولا والله. والله حاولت وانتوا راجعين والله المود كان مود ابو لبن. انا ابو لبن ما شاء الله شغال. كان مود جلد حامي، مود زعل، كان مود شخصنة. تعرف ملك الشخصنة هو كذا على الطاره، وانا ملك الشخص انا معاهم. والله يا غشيم يا الليل يا غشيم يا جماعه كيف ما عدنا بالبر نروح الكافيه. يا اخي لنفس المشاكل ذي مصيبه. هذا واحد من اخوانا ما اخذ له هدد. انا جيب. الذي نظر الاعمى الى ادبي واخذتها العزه بالاثم. العزه بالاثم هذه مصيبه. الموتر بعيد، لو ان الموتر ذا قد قطعت به وقد سويت به، احنا على جلوادي كافر. خلبه خلبه رطريط رطريط. وش رطريط؟ ها ماء وتراب اللي على جال الوادي اللي يجيك اول ما تطلع. يعني هلاش 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 يلا كمل. الله الله رطريط. وجهك يا طويل العمر السلامه يمشي على الخط اللي ناشف من الماء، ينزل كذا لين ينزل في نص الوادي يطلع. المهم سواها مره، يوم جاء الثاني مكانك مكانك فاضرب لين ليش اسمها كفرين كلها غاصت. اي والله الاربع كفره حفر 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 مكانه لين نشب الموتر. يوم نشب مع الظهر خلت هاي دق على الدفاع المدني. ترجمها بالصيني. ويوم طلع من ذا لقى له ناس بسرعه. المهم طلع خوينا من الموي. ترجمها بالصيني. بيها ترجمها بالصيني يوم عشان تطول هي. فالرجال يعني يعلمك يقول طلع والدفاع المدني تعلمت تقول يوم طلع لقى ناس. المهم خرج شوي غرق غرق خوي ما يعني يسبح في موت. اسمع يوم موت فقم وطلع مره ثانيه. طلع الرجال جاب بردقه ذاك اللي معك راش بردقه بردقه. حلو اضافه جميله شكرا. انا اطمح الى اضافه. لا والله هلش مو ترى في الوادي لين نشب. هلش؟ ايه على ما قال خوينا. الى ما جاء الدفاع المدني. يوم نشب والله جاك سحب الدفاع المدني بعد ما ابى فيه ما. يا ولد يا اخي حذرون كل يوم كل يوم. يا مسلمين ابعدوا من الوديان. يا مسلمين حسب انها الناس عندهم مشاكل اكثر من اللي عندك. انت تروح تشوف الموت تطمر فيه. والله محذرون لكن ما يسمعون بعضهم. لا بعضها ترى طيش. كم واحد كم واحد قد توفوا؟ اكرمكم الله. سلام عليكم. مرحبا. الله يغنيكم ويكثر خيركم ويبارك فيكم. بيض وجيه. ما قصرتوا. واضين واضين. انا الذي نظر الاعمى الى ادبي واسمعت كلمات من به صمم. انا عاوز اروح. فين؟ ديره. وين؟ حياك الله. القبول صبر. والله شوف صل على النبي. على طاري القبول. القبول القبول ولا القبول والتسجيل؟ يقول سؤال هذا الحين عن القبول. هذا يتخصص واحد ثاني يقدر يشقر يسمونه شقر. يقدر يشقر لك اخي احنا اعرفك واحد معنا. تعرف انا ايش سالفه الواحد ذا؟ عندنا واحد ايش انت تقول مثلا الحين قبول يعطيك سالفه عن قبول. تقول والله رحت يعطيك سالفه ورايح. تقول جيت يعطيك سالفه وجيت.
والله كنت في استراحة زمان مع أخويا، والله حتى أنا كنت زيك. يلا يكمل يكمل. إيش بوك؟ توك هذاب. البعيد البعيد البعيد. قول كذا قول كذا. إيش؟ قول طالع. وما اللي فقش راسك هنا؟ وين؟ تعال تعال قرب مني. يا أخي. ما اللي فقش راسي؟ ما فقش راسي. أنت وأنت صغير طايحنا على راسك؟ لا والله طحت على راسي. أبغى أقول لك شو بالك مرة واحد. والحمد لله. حلو وأنا فار التجارب. في العلاجات كوي اي شيء اي علاج الله جربوا فيه جميع العلاجات. اخواني اللي بعدي ما شاء الله كلهم سليمين ما ما انا فيه صقعات جميع الجهات والله انكم مره ان الكويت عراقيب الله يكرمكم عراقيبي والله يقول يشفي من ربو. ايش دخل العرقوب في الرئه؟ يقنعني دخل العرقوب في الرئه هنا. كان ابو اللبن كسرت رجل همس ابو لبن رفيدنا انكسر همس؟ ايه رجله انتفخت كان يقول جيت يجوني ابي علاج شيء المستشفى اعطيه علاج معي حق ضروس صح كويس يقول مش هو كويس والله يبيض وجهك والله العظيم اني كليت حبوب وكني استفدت وانا معطيه حق سنة بروفي دعمال حال انا مره القبوص صدر يا مره هذه دهوه انا مره بالموت واحد شوف شوف جاب لك والله يا رجال البرد هذا مشكله باقي التعود على الكهرب يتعود على انت متعود على الدفور يا ابو دوافير نار فجاه كهرب شبت شبت الضوء يقول كذا يناظر لا لا ايش اي قلت لك انا اتحداك تحدي تسمعني لبيه اتحداك تحدي اتحداك كلنا بنمشي الحين انت اجي عند ناصر احاول اني اضحك من ضحكتكم يا اثنين انا فايز وتقوم انت من ضحكتنا اثنين تفوز قوم ناصر نبي نشوف اقوى صمله اللي ما يضحك انت بتروح يلا انت الاول انا الاول بفوز يلا اتحداك تحدي اسوي اي شيء لا الناصر ناصر الحين ناصر الحين ايه تحداك من اللي يمشي انا بضحك انا عشان يضحك باللي يمشي كذا ماجد نادر ماجد نادر بس استعملت يلا هذا يلا هذا بسيط السالفه ذي انا اقوم لا اصبر شو تصبر هذا باذن الله تحداني يخليك تخاف ما تضحك فهد معيان تبسم طيب هات تبسم الابتسامة نفس الضحكة لازم لازم شوف اذنك شوف اذنك في اصب ايش هو طيب لحظة ما شاء الله قد رحت المفتاح قد رحت المفتاح عندنا النقش اللي على شكلك ما خلي مفتاح صح؟ ما صار لك شو القط؟ يا القط ما شاء الله ما شاء الله انت نفسيا سكسوكة عادي كذا مره مو مع سكسوكة مع صنفرة تحداك من اللي كذا طب ايه عندك 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 سكين ولا شيء حد انا اتحداك مدري اللي كذا وجاء قبل شوي لا صعدت الامور بس افوز ازمن يلا يلا صح صح بحكه هو الحالة انا وانا بضحك حاول انا بحاول اضحك معك قول كذا تبغى لبن يا اخي قبل صغير والله يلا دورك انت والله تعالي معي شوي استغفر الله العظيم حاول اني ما اضحك اوه الطقم خلني اغرزه في الارض صدق كانه طم يا ولد اول مره اشوف مسمار مع شعر وقف وقف نسوي صوم لا استغفر الله العظيم
وجهه تعرف كيف وجهه كان سهم من تسعفك تقلص بها احيانا يطير لك والله عييت انت ها اول مره اشوف اللون هذا زي اللون الدب البري ذا يوم يتبسم الحين بس كذا سكه من تحت يمتد زياده مدري ايش لا 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 كان واحد كان واحد شو انا بصور هذه كان صف نمل وقف وقف يرجع باقي واحده شو الفرو ذا اللي عليه كان الدب اوكي اكو الدب مسوي تكميم اها يا دوري يلا ساعدني دحين معي يا مو بس ملبس مو سمولبي بخاطري عليه غرفة حقت بس مدري منو منو ذا منو عادي ضحكت انت اي بس منو ما اعرف منو خلاص ضحكت في خمس دقائق ايش خمس دقائق في ثواني ناصر بداية بداية قري قري ايه لقوينا نوم شرب كله بيرمي كله وراك هذا الله يسر امرك انت ساعدني انت ندل انت والله قول ترمي رمى كل اوراق ابغى يضحك يا اخي القبول صفر يا اخي كله حلق الكون طرط ما يبغى لك هوية يا ولد بخار ولا حتى خلاص حتى خلاص وش لا 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 حتيت والله حتيت خلاص خاطر صدق خلاص خاطر وقال يلا دورك خلاص خلصت انا يا مشينا نطلع برا شو مشينا لا لا يا عيال يلا دقيقه كنا راكبين طياره ثلاث شهور ظبطكم انا نبي ذب ها راكبين طياره كداد احنا لا تعال والله تعال كنا راكبين طياره معامل الطياره كداد عمل اسمها ثلاثة اسمها هايلوكس يا يدي تعبان انت لا خلها ذي الله ما بيك بالله تكفى طلب سوي كذا وقف على رص الصابع كذا سوي شاي كذا لا لا ايوه كذا كذا شوف كان مسمور ها كنت تعرف الرمح تعرف الرمح ذاك حق اللي الهون الهون شو اسمه ذاك الكبير ما ادري وش لا طيب كنا رايحين كنا مسافرين فين رايحين؟ تعال اقرب اقرب ها اقرب جدا بسم الله صديق يا ولد قاعد اشوف جوال اللي قلت انا اغير للولد طيب دقيقه دور نقطه يلا انا ذاك اللي دق دق مرتفع اللي قدامك مسوي متوتر وانت قدامك كذا انا ودي يا اخوان نصيحه تخيلت اذا ركبت في طياره لا تدق مرتفع اللي قدامك ولا اللي قدام اللي يفك مرتبة هذا شيء وراء يضيق علي انت كذا رجليك كذا ما تقدر تعطف ركبك ركبي يعني ترى بيعاني عايض فارع لو ركب طيارة والله عايض ياخذ الحزام ما ياخذ ها ترى ركبته تتم يحجز تذكرتين يوه تدري شيء أصعب شيء صغير وش ركبه تدري شيء أصعب شيء لجد دب على الدريشة وانت في النص ويبغى يروح تعتبر اوه قصدي لو فيه دب هنا ودب هنا وانت في النص انت راكب في ميكروويف ليش؟ لو فيه دب مكانك ودب مكاني وهذا في النص راكب في ميكروويف لو سمحت طبعا كذا هو
كذا هو كذا وراكب كذا بالنية دافع دافع فزع شو نروع في شلطة حد منه ما أحسن له طبعا هو الهطف النحيف اللي في الوسط كيف وكذا هذا كبد الطيارة جاء هذا تحجز على هذا تحجز على الرياض يوديك جدا جاء جاء كابتن الطيارة يا وديتك يا رجال يا كابتن الطيارة يا كابتن الطيارة حياك الله ركبي في الطيارة واسمح انت الكابتن لا لا يتمسح لا يتمسح يقول والله ما قلت شيء انا ما ماشي يقول مسح مسح انا ما حركات انا بالطيارة انا بالطيارة انا بالطيارة ايش يقول ايش يقول انت كابتن طيارة اوكي مثلا قلنا ثلاثة طبعا انت اذا قلت تبغى تسافر مثلا تبغى الرياض يوديك جدة روح جدة يوديك الرياض انت تحجز على جدة خل خليك مضيف تكفى قبل مضيف تعال سألني تعال حق عصير يلا خليك حق عصير تعال سألني قول ايش تشربون مويه إيه. دكاش انا اخذ طالع قول ايش تشربون يا رجل قم راح انا اعوذ بالله في بيبسي خلاص تعال محلي انا باجي مضيف والله تصلح مضيف والله مضيف على والله صدق طول نحافة الأناقة اي والله بس لا براط ما يبغى لها كوي يبغى لها كوي في البراطم بس او تنقعها في فازلين 6 ايام اقسم بالله الله يهديك تعبينهم انا اسف والله اي رحلة القريات وصلوا والله والله اني اسف والله اني اسف تعرف ليه؟ ايه انا اللي قلت لك ان الطقم كويس اي والله انا خط ذنبك حرام تقول كان فاضي والله قبل ندخل خلاص والله اني رايح اطق مني هو اللي شاريلي ما جاء احد الا مضرب علي انا ابغى اطق منه يا اخي هذا يزرف من اخوه يقول اخوي ذوقي احسن من ذوقي خلاص انا الحين مضيف يلا 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 اجيبكم طاوله ولا شيء ولا ما عليك انت عادي دف دف لا لا عادي الطاوله تكون صغيره شوي ايوه كذا ايوه وقف عندي لو سمحت استشرف ازلف عندي عوائل حرك ما بوضع ما بوضع والله لا هو بتوقف عند الرجال هذا وقف عند الرجال الحين مو بيتكلم لو سمحت ايش تشرب والله جيب لي عصير لهذا البزر ادوع الثاني قصدك لا انت يلا روح روح خلاص خلاص انا لا اصير لو سمحت ايش تشرب I'm not speak Arabic you speak English ايوه العين عليك ايش تشرب what do you have مع ايباد ما يقدر يستخدمه يشو يقلب في الصور ما في نت what do you have what بعدين يقول جيب موية لا بالأخير يقول جيب واحد كوفي شوب جيب واحد كوفي شوب جيب له محل ارجع طبعا هو ياخذ فلوس كاش ارجع مرة ثانية انا عين العين الثانية جيب العطور عين الثانية لما قلت شريت منها بالطيارة عاد ايش تمون الحين عطور مثلا هو مثل على انه رجال قبل شوي لا كان كموظف هذا الحين كان كموظف اول مره كان كموظف الحين موظف تكفى عشان السيناريو لا 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 والله واحد مش مره في الطياره خذ 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 يوم خلص فادك الشباب جابك كذا في بطن السماء لا يمون مره قال عندك 50 قلت لا والله المشكله 50 موجوده 50 قال عندك 50 وجه اللي بيسرك عندك 50 قلت الرجال كذا قال عندك 50 يا ابو يحتاج لك صنفرة من عندي ما تشتغل في الطيارة والله يحتاج لك صنفرة من عندي واحد يسوق نفسه في أي وقت حلاق الكون يكتب حلاق الكون لا حلاق سفر يا ولا حد كون راحت أنت واقف كذا يا أبو بلاد شو قهوة أنا أنت مش شعير أصور شو عايد عايد هنا
كلكم تدرون ايش صار. يوم ملدت بالحاشي عرفها مع بال واحد مش هاي بنت فلانة. وفي بعد واحد من الجماعة بعد يقول انه يعرف يفرق بعض القوارش يعرف ذي لونها كذا ذي فيها كذا ذي ما ادري يا اخي فطرة حد يقول فطرة حد يقول موهبة خلاص مو الله سبحانه ياخذ يعطي يعرفون حتى تدري من بعضهم شغالين اي نعم حتى من السوالف المره ذولا يقولون ابوهم لا والله ابوهم المره ما ادري المره ذي متزوج جني سمعت بالسالفه هذه والله يا ولد اقرب للتخيل شوي ما لكن يقولوا جاب من شو اسمه المرض ذي ما ادري من مره ما ادري ويش اقرب شوي تخيل ما ادري هل هو لا اقدر اثبت لكن سوالف يقولون انها سوالف لا تقال ولا تكذب لا فيه واحد في واحد طال عمرك سيري على رجل طال كان مدوره تعشى كذا ولا تكذب هو تعشى عندك اللي عند رجال عشاه جهر تعشى منه قال يا فلان قال والله ولد اسمع قال والله يا فلان والله يتيش هذا انه من طرف غنم تيش كيف ترى من طرف غنم والله هذا من غنم نحن من اثار اللي اكلت من هذا انه من اي والله رجال انصدم قال وش قال والله انا من يفكر ويفكر ويروح لامرته قالت جانا انزك الحين كسره جانا رجال ذا ونزل جنبنا وجانا عنز من؟ ما عندهم عنز وولدت عندنا جابت من اثنين وعندي عيال 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 عيالها ايه سبحان الله من موهبة سبحان رب خلاص هذه ما عندنا تصدق شيء والله احنا نفرق بين الدجاج والنعيم والله صاد المهم راح له قال يا فلان والله نسيت عنه صحيح انها جت ذاك السنه الفلانيه وجابت لها اثنين واستمرت معنا عيالها وقعدت ما بعدها ترى قبل هي جه ما جاء قال اهدكم والله ما يجي من هزنا ها وشرف من الفراسه ذي هو ترى سبحان الله موهبه في ناس واجد واحد فراسه في واحد الله يكرمه الخير نجي يجون بعواي ناس واجد يقول ناكتي غاديه يعلم ويتيه قال ناكتي محل فلان روح جنوب روح مكان الفلاني قول فيه كذا صدق دوروا له صدق يوم قالوا قبل فاضي ما في رياليتي صحيح كلام صحيح ما عندهم شيء صحيح ترى احنا نقدر على واحد والله صحيح شوف عارف الرجال ده حاسين على اخطاء يعني باتجاهها لا والله انا يقوم من هنا لعبان حاتم عندك يعرف اللي مظهر من بعيد يدري بكبره يناظر لك بس حط عينك بعينه ثلاث ثواني هذا مليان باهر هذا مبهر هو يا تصاقل عيونك تحيول من عيونك ترى مبكبر طيب سوالف زين ايش رايكم نلف لنا لفه فيها ضحك شوي به شكلك بتعشى انا ما تعشينا والله تعشى شجع صلوا على النبي يا صلوا وسلم على الله ورد دحام انا ولا دحام حاتم لا اله الا الله لا لا بد يا اخي بالبرد ما ودك تحرك يا اخي اي والله يا برد 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 اطلع لهم كيف يا صوت ارحب والله انا بارد يا رجال يلا اطلع حاتم ايش تبي اقول لك اطلع انا انا ما صار علي سالفه لكن يوم تقولون الاثر وما الاثر في واحد يمكنه معروف الله يذكره بالخير سلم لا جلس معك بس سولف معك انا جيته شخصيا
والله اني جايه انا شخصيا، جيته جلست معه يوم خلص عندنا ناس، دخل على المحادثات مذكرات في الجوال، كتب له سؤال ولف علي، قال لا تقول لي لا، وناظر اللي يسأل بحاجة والله ما يعلم فيها إلا أنا ورب، والله أنا مخاوي. لا 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 فعلا فعلا والله إنه صادق. يمكنك تعرفها بعد. أي والله أنا والله العلي العظيم إني نفس الحكاية جلست مع شخص زي كذا. يمكنك تعرفها بعد، يمكن هو نفسه. إيه ويمكن هو نفسه. حل شخصيات ذا وطوع ذا. عموما يا طول عمره السلامة يحلل شخصيتك، علم نفسي، علم نفس، اقسم بالله انه يعرف وش في خاطرك وش. لا 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 مو مخاوي لكن يعرف يعني لا 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 ثار والكلام واللهجة، علم نفس والله، هذا علم عالم هذا. ما في احد يعرف ليش شفايفنا تجمدت كلنا قطعت برد هذا برد انا اخوك ها ومن الشاي. لا لا هذا فيروز، فيروز يا ابو عبد الرحمن. فيروز لا لا فيروز لا فيروز فيروز بوصمكم قطع ذا الحين يا جد. ايه ولا كوي لا والله يبغى له ايه يبغى له وايد ابو لبن ابو لبن ايه هذا حق النظاره يا جد النظاره النظاره ايه النظاره غير لك اخذ الشيخه انت النظاره ايه عين خير من الشيخه ها يا انا اشرب جقرفك كذا انت قامت بالغلط لا انطقت لا 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 هو يسمع بالباصات حقت الريالتي ف يطير لا ما الشباب ايه من يا رب نبيه صاروا ثلاثة أدري إيش دحير بهاي سوور ما يقول شيء هاي أرقد تحداك ما حكي كان أنا حكي ما أقول شيء أي والله مريض حلو هذي طاروق الله يطرق رأسه يا أخي خلاص بالطوري هاي ذا إيش تبي من الصباح إلى الساعة الاثنين طاروق 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 جاي من اللي يكتب كذا تحت تحت من فوقه كيف لا طول الطاق حلو أكتب لسه باقي باقي ما خلص ايوه يقول باقي باقي ما قد خلص الصفحه الاولى كيف يقول الصفحه الاولى مقتبسها صح كيف كيف اترمم والله ظاهر انك انت يلا 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 هو ايش يقول الكلام اللي قلته ما ادري ايش كردشه بكردشه بس يلا يلا يبون مهربان الصفحه الاولى مهربان الصفحه الثانيه لا غير صحيح ما ادري والله بس مقتبسه بالصفحه الثانيه هو كله دفتر عادي براحتك على هذا لكن اقصد انه كيف يكتبس من نفسه مخ مخ خربان ورى الصفحه الاولى عشان يفهم مخ خربان كل الكتاب لكن هو انت فاهمها صح شوف شوف فكرتك انت فاهمها لا ما فاهمها اعرف الجديد تستمر الموقف انت يا بدر انتوا يعني لهالدرجه يعني اقول انه لا 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 90 يوم يا رجال تقول علي 35 احنا من الحين نورس مر من هنا الصفحه الاولى ايه وين خاطبك فيه تعرف الاقتباس خاطبك فيه انت يعني نقل لا قلنا نقلها في الصفحه الثانيه يقول تعرف الاقتباس يقول تعرف الاقتباس يعني شنو قلتي هو يشرح شو الخبر يعني وانا قلت لك ايش طيب ليش ما فهمت كيف يقتبس شيء لا انه ليش راح يمسها من صفحه صفحه اي الصفحه سمع نفسه دخلها يكتبها لا قفلك يا كوكب اي مو مصعد مصعد مو يقتبس صح قصدك انه هو قصيده هو مصعد تعال تعال مصعد ما مساعد ولا كبت الله لو علمني لا الصدق الصدق اني انا توني ادرك برا اقول الصدق بس برا اشب بينكم بس بكره وش لهالدرجه خاف ها اليوم الاثنين الساعه 11 تري اقعد ادرب ولا افكر فيه سلام يوم ما احد ويحل يوم الربوع ما ادري الصوت الحين شو كذا الله يمسح على ايام تدريجه تاريخ كم هو تاريخ كم هو ما قلت لك عطني قصيده قلت لك التاريخ
تاريخ كم؟ تاريخ كم؟ كم؟ 11 نواه يصيب القصيد كله 12 9 12 9 والله يا مهندس الصوت الحين يصير كذا 11 لا تخرب 11 يكتب من الملك شوي كذا الهجري كم؟ شوي كذا الهجري كم؟ طار النوم والله مرة طار النوم أنا أنا خاطري أتبع تاريخ الساعة ما مشينا بالهجري بس أنا حاضر يوم دخلنا كم تاريخ؟ تسعة تسعة يعني يوم السبت يوم ثلاثة أيام تسعة هو عشرة نسبة 12 هل أيام بتعدي والرأي صح؟ خاطري دارو يا للدارو يتيم من بكت عيني خاطري عافت المسرى كذا ملوز مزكر خاطري دارو يا اللي تدارونا اليتيم من بكت عيني من الدمع لا تلونها من بكت عيني من الدمع لا تنونا ما برمها ولا زيد حرقها النسيم مبطيا المحال فيها تغير لونها مبطيا المحال فيها تغير لونها قول انا وحمد من ثلاث ايام والحق رايح قول ليمون عندي اللحن الثاني يا ابو ناصر عند نفسك خاطري داروه يا اللي تدارون اليتيم وبكت عيني من الدمع لا تسفونها وبكت عيني من الدمع لا تسفونها تفكر ابو لبن عطنا قصيده الشاعر يا حبيب الروح لا تر جرح المجروح والله ودي اخذ العقال اللي فوق راسك والله ودي لا اجيب لك اسمعها يا ابو بجد الخضر هذا ودي امسكه ترى اليوم انا منشد انا ماني منشد اليوم والله دقيق انا والله البطل والله يمشي على بطل بروح انا بسرت لي ظالم بالهجريه مظلوم الله هذه الوحيد الجزيرة هذا السعيد الهبال والله اني مزكب وحمد مزكب والله ان الهبال اني طيب تحداك تقول اتحداك تقول نون ثلاث مرات ها نون نون دود دون دود تحداك يلا 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 قل نون 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 مهربان نون نون مهربان 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 من مهربان 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 وش تقول وش خاطر ايش مهربان مهربان يا ولد خاطري ما هو بطيب ولا مرتاح الله اكبر الله يبغالي فاعل يا رب ما عاد لي شاف في منطوقها والعرب ما عاد لي شاف في منطوقها انت كمل ما اعرف انا اضيع لحن ثاني هلا هلا عطنا مهربا يلا ما اضبط ما اضبط يلا يلا خلاص يلا لا لا انا اطلبه انا يلا بشوف تركيا شو 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 اطلبه شيء تركيا ايوه انا ابغى شيء هلا اسلم قلها 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 خل الرجل يقول انجليزيه اتحداك تعرف اي تركيا انجليزيه بندري بنشربي يلا تبغى تلمس نضيع بالها يلا بدون تقاطع اصواتك صار صجلار نادلي قلم بالمشم تزلميور مهربان مهربان ايرلكتان زور بلم ألم ألم görmeyince süzülmüyor mehriban mehriban mehriban
Şimdi ayrılıktan zor belleme ölümü. Görmeyince sızılmıyor mehriban. Mehriban. حياك الله هلا الله يعافيك يا مرحبا يا فرد شباب شباب كل عباد يا الله ما عندك ساك الله بالنور يا هلا هلا صل على عندكم او شيء صل على الله عندكم تشوفون حاجه حلوه نعم عندكم نفرحكم الله الله طلعنا مارد من البريك هذا حمين يا ابو ضربان عليك الامان اظهر وباء وين راح اصبر ارجع منو دقيقه ارجع ارجع انت ارجع انت ارجع 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 لا حد يجي كيف انتم طيبون الله انكم فايزين ما تنجحوا سيناريوهات اموركم زينه ارحب يا عاية الله حيو حتى لو قابلته برا قوم سنود سنود لا يطيح سنود سنود لا يطيح سنود لا يطيح ولا شريف السلام عليكم سنود لا يطيح كيف الحال سنود الله حيو الله عمل عمل تصوير عمل تصوير تصوير عمل مرحبا الله حيو طيب خلص التصوير كيف اموركم موعدين بعمل انشادي رائع كيف حالك لا 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 تناظرني بعين لا تناظرني بعين لا 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 لا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا الكرام، متسابقين الجميلين الرائعين اللي كسروا الدنيا اليومين اللي راحت، حياكم الله يا شباب. طبعا أنتم الأمس لما صار الرياليتي واللعب والناس مستمتعة، كان فيه أحد المتابعات وهي تتابعكم مبسوطة فيكم، انكسرت شاشتها. رغم أنها انكسرت شاشتها إلا أنها ظلت تتابعكم لأنكم ممتعين طبعا. لكن خلونا نشوف هالتغريدة هذه لما صورتها أختنا الفاضلة. طبعا مثل ما تشوفون أختنا تمرة وهذه تغريدتها قدامكم، شايفين أنها قاعدة تتابع وحتى شاشتها مكسورة. والله بطلة، والله بطلة. شكرا يا تمر. والقصة للحين ما انتهت، حرفيا القصة ما انتهت. اليوم قررت الإدارة تعطي الأخت تمرة شاشة بديلة عن الشاشة اللي انكسرت. وهذه التغريدة تعرض لكم من حساب القناة في منصة إكس. طبعا ما هو القصة لسه ما خلصت. طبعا هناك أكثر من 10 رعاة من رعاة البرنامج تفاعلوا مع هذه التغريدة وقدموا بعض من منتجاتهم لهذه المتابعة. طبعا هم وايت شيل وشركة وكسانا والسيف جاليري وعسل رشوف وجمعية عروة الخيرية وقف الرحماء وأيضا بي ال ومستشفى الرؤية والشيف أبو علي شموع الماضي برضو. أسلم. طبعا وطبعا لسه 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 مكملين مع هالقصة وما بعد شفتوا شيء، لأن الأخت تمرة برضو غردت بتغريدة أخرى وخلونا نشوفها. ما أبي أقولها لكم الحين، خلونا نشوفها سوا. الشاشة اللي عند المطبخ تدرين عجبتني. تستاهلها، عطوها اياها، تستاهلها، عطوها، فكوها، لا 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 هنا 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 هذه هذه اي واحدة هذه صغيرة، عطوها الكبيرة. اي تعال كبير ذي تستاهل. دقيقة يا عيال، دقيقة الشباب اللي فكها يلقم خصم. في طبعا ما قصرت الإدارة وتلبية لرغبة تمرة بما أنها من المتابعين المخضرمين لقناة بداية خاصة، قررت الإدارة تعطيها الشاشة اللي هي بغتها. والآن راح يدخل الفني يأخذ الشاشة ويحطها في الكرتون بإذن الله وتتوجه لأختنا تمرة. ويعطيكم العافية يا حبايبي. دامكم تمم نجاحات وطموح وانت يا جمهور عز ومكسبي. وانت يا الجمهور لا من في بشهور والنجاح اللي حصل لك ينسبي. دعمكم تمم نجاحات وطموح وانت يا الجمهور عز ومكسبي. وانت يا الجمهور لا من في بشهور والنجاح اللي حصل لك ينسبي. دعمكم تمم سبيل وانت وامي
تنزل. صف 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 لا لا صف 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 لا عليك والله كلكم صف صف الربع صف 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 واحد كذا سيده صف واحد سيده يا ربع ضلك صف واحد صف كذا سيده من هنا سيده صف صف تجيب صف ايه الربع صف واحد صف واحد بس صف واحد كذا سيده اي لا ماجد صف واحد تكفى اي اي طبور طبور القلم هنا تو النوع طيب الله يمساعد التعبان والواحد نبي كل واحد منكم بالصف فيصل أبيك برا على جنب ولا عليك أمر نكتب لنا أنا وأنت بخصوص الموقف هذا والله يستاهل لأنه والله موقف يستاهل والله يستاهل كل واحد منكم يا شباب يكتب عبارة منه إلى تمرة هنا لا حد يكثرها يحسب حساب الله الله اي بالله عشان تكون ذكريات يلا يلا على الكرتون تمام فكر حلو يلا لا 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 بس يخلونا الجزء هذا كبير خلونا ايه خلونا من ورا لا لا دحام تدخل وسط الشاشة اسمع لا تكثرها كل واحد يكتب شوي بس عباره لها منا لها يلا خلنا نكتب البيتين على ما يخلصون تعال هنا تعال هنا دحام 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 دقيقة خليك هنا دقيقة أبكتب بيتين ما يجي بس دقيقة قول 700 واحد بكتب بكتب بس أبغى أقول كلمة أبغى أقول كلمة ألقي كم لالتان لا ما في تلقي كلمة في تكتب كلمة ولا تروح تصفط هناك تكتب إيه. اكتب تعال تعال كم قلم الليلة العليا تبزت تطرق
يا جمهور العليا لروح ما يبغى غدر يا ما يبي ما يشابهكم سوى الخير للجمهور اللي للعليا تدز وتطربي عزي يا جمهور العليا لروح ما يبي غير غدر يا ما يبي وانت يا الجمهور لا من تبشحوح والنجاح اللي حصل لك يتصبي نعملكم دمر نجاحات وطموح وانت يا الجمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور مجدكم ما يكذب في وسطنا تجاز الاقلام عنا تكتبي يا فخر يا عز يا كل الطموح يا وطننا اللي جمع كل العربي مجدكم ما يكذب في وسطنا تجاز الاقلام عنه تكتبي يا فخر يا عز يا كل الطموح يا وطننا اللي جمع كل العربي وانت يا الجمهور لا من تبشحوح والنجاح اللي حصل لك ينسبي نعملكم دمر نجاحات وطموح وانت يا الجمهور عز ومكسبي وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت الجمهور نزل له دموع لانكم تدرون ما فينا نبي تدمع حسن له ولا طبع سموح ومن ياب الفتنة يمطي ويهابي وانت يا الجمهور لا من تبشحوح والنجاح اللي حصل لك يتصبي نعملكم دمر نجاحات وطموح وانت يا الجمهور عز ومكسبي وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور وانت وافي يا الجمهور ما جبنك اي صور وافي وافي يا الغالي وافي والله يا جمهور عزي يا جمهور للعليا لحوح ما يبي غير الثرى يا ما يبي ما يشابهكم سوى الخير للجموح اللي للعليا تفز وتطربي عزي يا جمهور للعليا لحوح ما يبي غير الثرى يا ما يبي وانت يا الجمهور لا من تبشحوح والنجاح اللي حصل لك يتصبي نعملكم دمر نجاحات وطموح وانت يا الجمهور
الجمهور مجدكم ما يكذب في وسطنا احتجاز الاقلام عنا تكتبي يا فخر يا عز يا كل الطموح يا وطننا اللي جمع كل العربي مجدكم ما يكذب في وسطنا احتجاز الاقلام عنا تكتبي يا فخر يا عز يا كل الطموح يا وطننا اللي جمع كل العربي ريحوا يا ربع ريحوا اجلسوا ريحوا طبعا شاركت انا وفيصل الشمري اخوي الله يعافيه في ابيات باسمي انا وهو وانتم جميع وتوصف المشهد وشعورنا تجاهه وتمره انا تابعها اصلا بتويتر فالحمد لله ان اللي انكسرت شاشتها والحمد لله ان الموقف هذا صار معها هي فتستاهل هي ف أقول أنا وأخوي والقول قوله بداية الله يديمك في مجالسنا بداية الله يديمك في مجالسنا يا ثومة القلب يا نبضه ويا نعاشه طرتيبنا لين جانا المجد خمسنا وعشنا شعور يا حظ اللي معك عاشه دائم على الطيب نغلب من ينافسنا والباس الأمجاد دائم نلبس قماشه واليوم جانا خبر تمره وحمسنا وقلنا لها تبشر بشاشة على الشاشة فتستاهل تمرة الشاشة وقل ما نقدمه لها وغانم أخوي طالب أنك توجه إلى تمرة مبلغ مالي 2500 ريال لها مني لها وتستاهل الربع أستسمح من أخوي دحام أسلم الربع جميع عندي بيتين فالموقف هذا كاتبها سلام أول شيء ألف مبروك لتمرة وتستاهل كل خير وهذا عوضها من بداية ومننا حنا جميع وأقول في شاشتك يا تمرة استبشري دام خلفك كيان وصرح ما له نهاية حظك كريم وساق لك رزق الأيام وجاك العوض يا غالية من بداية يا سلام تمرة إذا غانم أخوي ما حولها تفاهم معها أنا ما عليت غانم إن شاء الله يوصلك العلم يا شقيقتنا تمرة العزيزة باسمي وباسم اخواني احنا والله العظيم نعوضت حتى بارواحنا
انت شقيتنا عزيزه والله ثم لولات انت والخوات والمتابعين بشكل عام احنا ما احنا شيء والله العلي العظيم اننا مستمتعين ومستأنسين الهديه تقدمت من قناه لتس ودائم قناه بدايه هي سباقه للخير وهي بدايه كل عمل خير الله يطول اعمارهم ويستاهلوا والتمر والقدوع كله نحبه بعد أيوة شكرا الله. لكم والله لا يحرمنا محبتكم شكرا لكم يلا جمعيه صوره جمعيه صوره كذا اجلس يا شباب اللي قدامي اجلس يا بدايا انت بالقمه يا بدايا انت بالقمه فوق رجمن متعب الرقي فوق رجمن متعب الرقي والعدو قد ما تبي همه يوم ما صار الذي يبغي دس سمو ما تفي سما دس سمو ما تفي سما ما قهرنا والقهر مشقي ما قهرنا والقهر مشقي يا شباب الهمة الهمة دقت الساعة على التنبيه من وانا برد الخمة من وانا برد الخمة ثم نحوس حسني صحي ثم نحوس حسني صحي الشباب الدنا والذمة والخطأ ما حنا بنزكي نجتمع في جلسة ولما نجتمع في جلسة ولما بين دين وخير وترفيه بين دين وخير وترفيه زد رصيدك لاحب القمة فوق رجمن متعب الراقي يا بدايا انت بالقمة يا بدايا انت بالقمة فوق رجمن متعب الراقي فوق رجمن متعب الراقي والعدو قد ما تبي هما يوم ما صار الذي يبغي دس سمو ما تبي سما دس سمو ما تبي سما ما قهرنا والقهر مشقي ما قهرنا والقهر مشقي يا شباب الهمة الهمة دقت الساعة على التنبيه من وانا برد الخمة من وانا برد الخمة ثم نحوس حسني صحي ثم نحوس حسني صحي الشباب الدنا والذمة والخطأ ما حنا بزكي نجتمع في جلسة ولما نجتمع في جلسة ولما بين دين وخير وترفيه بين دين وخير وترفيه زد رصيدك لاحب القمة فوق رجمن متعب الراقي دعم 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 تكفى 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 امسح كلامي امسح كلامي اللهم صل وسلم هذا الوفاء ما هو مستغرب ما هو مستغرب ما هو مستغرب من قناة بداية إلى جماهيرها والعيال الله يبيض وجيههم الله يبيض وجيههم في أبياتهم ودحام في عطاه والله يبيض وجيههم جميعا ما يخفاكم جميعا موضوع جمعية عروة ما يخفى الجميع وجمعية عروة أحد الرعاة الرسميين في هذه القناة يا كبر فرحتنا يوم أهدينا أختنا تمرة هذه الشاشة سلام وش كبر فرحة الأيتام إذا اكتمل وقفهم وش كبر فرحة الأرامل إذا اكتمل وقفهم وش كبر فرحة الناس المنتفعين من هذا الوقف فجمعية عروة عندهم وقف سهم الفرد ب250 ريال وسهم الوالدين ب500 ريال وسهم الأسرة كافة ب750 ريال جمهور بداية جمهور الوفاء جمهور بداية جمهور العطاء نامل من الله سبحانه وتعالى ثم منهم المساهمة في هذا الوقف كل بما يستطيع وكل بما تجود به نفسه وإن شاء الله أن الوقف يغلق بإذن الله في أيام معدودة بإذن الله والله يجزاكم بالخير جميعا بإذن الله وجهك كبير الأخت تمرة تستاهل الشاشة تستاهل اللي يطم من الشاشة تستاهل قناة بداية كريمة وتمد باللي يطم من الشاشة تستاهل ولكن مثل ما قال أخو نبغى وقفتكم في وقف اليتيم هاو زايد أعفاكم على الله الله يعافيكم طول عماركم ألف شكر طاقم قناة بداية جميعا على رأسهم أخونا حبيبنا سعود وعلى رأسنا جميع سعود من التقدير والمعزة والغلا تستاهل تمرة شاشة
تستاهل الابيات وقلت في حقها وتستاهل المبلغ اللي قلته. ان شاء الله ان حتى الجماهير يذكرون غانم يروحون الابيات ولا اقطع عردك الابيات هذه هي باسمي واسم فيصل بن عويد فتلقينها هنا ترى بننشدها عنها عقب 100 سنه باذن الله. الله الله الوفاء يقول ايه يقول لك الوفاء ما يستغرب من الوفاء. الله الله تمام هي وافيه وهي تعتبر احد اعظم الجمهور يعني الجماهير لقناه بدايه اشد الظروف. نعم وشوف شاشتها مكسوره وتتابعنا ولا استغربت عن هذا الشيء ولا قالت يعني ان شاشتي مكسوره. ولا تستغرب الوفاء من اهل الوفاء ابو عبد الله وابو نايف ودارتنا العظيمه وقناتنا العظيمه هذه انهم بادروا في ذا الشيء لان اصلا حتى من دون ما بادروا اهل الخير موجودين كمان كلنا حتى احنا بنفسنا لو نشوف الموقف هذا. أيوة والله أيوة كيف شخص عندك هو من اقوى الفانزين واقوى المتابعين عندك في الشاشه. شكرا ابو عبد الله شكرا قناه بدايه العظيمه شكرا لكم شكرا اخواني شكرا تمره شكرا العافيه شكرا لك شكرا تمره شكرا تمره امين هلا يا لبيب متى تكسر واحدة ثانية شاشة؟ تكفون اللي تسمعون نكسر شاشة. أسلم. نجاحات وطموح وأنت يا جمهور عز ومكسبي. وأنت يا الجمهور لا من تبشحوه والنجاح اللي حصل لك ينسبي. نعمكم تمام نجاحات وطموح وأنت يا الجمهور عز ومكسبي. وانت وافي يا الجمهور ما تمنك اي صور وافي وافي
يا جمهور. ثانك يو فيري ماتش القناة. نبي ثانية نبي ثانية. هذه تدري جبالها ميت قط ولا ما تدري؟ شو اسمه؟